جزاكم الله خيرا من تم له الحج والعمرة ولكن لم يسعى إلا مرة واحدة لكلا النسكين، هل عمله هذا صحيح؟ وإذا كان عمله غير صحيح ماذا يجب عليه؟ هذا فيه تفصيل. إن كان قارنا بين الحج والعمرة بإحرام واحد فإنه يكفيه سعي واحد لهما، يكفيه طواف واحد لهما وسعي واحد لهما، لأن العمرة تدخل في الحج وتكون داخلة في أعمال الحج. أما إذا كان متمتعا فإنه يجب عليه سعيان، سعي للحج وسعي للعمرة، يؤدي العمرة أولا بطوافها وسعيها وتقصيرها يتحلل منها، ثم يحرم بالحج ويطوف له طواف الإفاضة يوم العيد أو بعده، ويسعى بين الصفا والمروة للحج. فإن تركه في هذه الحالة فإن حجه يبقى ناقصا، ويجب عليه أن يؤدي السعي ولو بعد مدة ولو بعد سنين، يرجع إلى مكة ويؤدي سعي الحج ويطوف بعده للوداع، لأن وداعه الأول غير صحيح لأنه وقع قبل استكمال مناسك الحج، فيطوف يسعى سعي الحج الماضي ويطوف للوداع. وإن كان حصل منه جماع في هذه الفترة فإن عليه ذبح شاة في مكة يوزعها على فقراء الحرم، وحجه صحيح إن شاء الله.